لا مهر اللي عامله كده. فين فين يا بنتي؟ مفيش 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 مفيش. الحاجة بتقول حضرتك حطيتها في الدور التاني عشان ترمي نفسها. ترمي نفسي؟ طب انا نسيبها في الدور التاني ترمي نفسها ولا نسيبها في الرابع يا بنتي ترمي نفسها؟ انا عشان لو رمت نفسها ما تموتش تتعور. والله العظيم يا بنتي صراحه. واللي عبد الله على بال ما تهدوا نفسيتكم خليكم في الشقه اللي تحت يا ولد. تهدوا نفسيتكم لترمي نفسها؟ انا خايف على عيالي يا بنتي. لترمي نفسها يا بنتي؟ وكل بيت انا مقدر ولا حد لي حاجه عندي بيتي. عبد الله خليكم هنا على بال ما تهدى نفسيتكم يا ابني. على بال ما تهدى نفسيتكم وتبقوا تمام التمام. لترمي نفسها من فوق. نزلت تحت وقعدت تحت. وقعدت تحت اكل وشرب ودنيا و18. اكل وشرب و18 و100. يعني انت سامح يجي ياخد حاجته ويتكلم؟ انا قلت ليه؟ مؤخرها كام؟ مؤخرها زي ما يكون. انا وصيتش في القايمه. هو اللي بيبيع بيشتري يا بنتي. يا ما انت كرهانه هتعيش ازاي معانا؟ يعني مؤخرها زي ما يكون يا بنتي. هي كارهه. هي مش عايزه. هي مش عايزه. بتيجي متحول عليا 24 درجه يا بنتي. متحول اربع يا بنتي. في ايه؟ ما فيش يا بنتي. مالك؟ ما فيش. تيجي تبات يوم تاني يوم وتودني بيت ابويا. مخنوقه مخنوقه يا بنتي. طب ايه اللي خانقك؟ مالك يا بنتي مخنوقه من ايه؟ طب قولي لعمك. احكي لعمك واحكي لعمك. ما فيش. مش ممكن نضربه يا بنتي؟ ضرب ايه؟ ما اقدرش اضربها وانا قاعد عايش على الحياه. وانا مش معايا بنتين ومعايا مراتي. مرتي يا بنتي يوم ما جيت هنا البيت كان متعرش تعريش. والله يا بنتي كنت شغال في شركه الالمونيا اقسم بالله. سيبها كانت تكملت 14 سنه. جايبها من الصعيد. نيجي يا بنتي اللي جاها نايمه في كل السرير ولما رجليها كده ما تفرد طولها غير ما نخش. والله لا راديو ولا تلفزيون ولا تسجيل. وعاشت وشافت المرار معاي. الحطان دي يا بنتي كانت بالليل بالضلمه امه عشان حدش يشوفنا كانت تهز الرمل عشان اوفر يوميه. انا تعبت يا بنتي في البيت ده. شفت القمرين. وبالصبر وبالصبر والكفاح. وكل واحد يا بنتي يحاسب مراته ولا يكلمها يتقلب الراي العام عليه. كل واحد يحاسب مراته الراي العام يتقلب عليه القلبه دي. هو لو شايفك دلوقتي تقول له ايه؟ نقول له اتقي الله. اتقي الله خير امتي بين الستين والسبعين. واحنا على حافه القبر على كده. هتموت يا محمد محدش هيرحمها. وانا مش هسامحك. والله العظيم يا محمد لما قلت كلمه حق ما هسامحك. ان انت تضيع ابن عمك وعاوز تضيع الشباب اللي زي الورد. واحد مطارد وواحد محبوس. عاوزين بعد كده على مراتي بعد كده على بنتي بعد كده علي انا بقى بعد كده انا. ما احنا عصبدية بتاع عصابة. طب هتخلص ازاي المشكلة دي؟ يا بنتي تخلص زي ما تخلص. وانا بعد ابني ما اتحبس مستني حاجة؟ هتضيع الجبنة ندور على الشرش.